سعد الله أوقاتكم بكل خير. موجز 11 صباحا من قناة السعودية، أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لسيادة الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة اطراد التقدم والازدهار.